خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار. امبارح تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر اللي بيعد واحد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشائها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية. كمان سيادة الرئيس قام بالاطمئنان من العاملين على سير العمل، مؤكدا أهمية هذا المحور لتغيير الشكل المروري في القاهرة، فضلا عن دعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة، وجه بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ وكمان مراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا فندم لتعليمات سيادتك تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع طريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركه فندم من مناطق مصر الجديده ومناطق شرق القاهره ومطار القاهره، ولما يربط على عدلي منصور فندم بيسهل الحركه منه بينقل الحركه منه المروريه، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطريه ومنه فندم الفريق العصار منه لرود الفرج وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندريه الصحراوي. انا عايز اقول للناس هنا ايه، انا عايز اقول لهم ان ال 19 كيلو دول اللي احنا عملناهم احنا بدراستنا محور الإسماعيلية ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركه اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك مش كده؟ تمام يا فندم. احنا فتحنا الطريق ده وسط قاعده المشير حسين طنطا. تمام سيادتك فندم. وده امر مهم قوي الناس تعرفه ان ده ان احنا نغير في شكل القاهره وحركتها القاهره الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركه مختلفه لكل الخيارات. تمام يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، وعشان كده طب حجم الاراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها. ده يا فندم بيخدم التنميه المستقبليه فعلا. المستقبليه ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنميه لمنطقه القاهره الكبرى. في المنطقه دي هنجد اراضي وانا معدي عليها دلوقتي وشفت الحجم الارضي المتاح قد ايه. فانا عايز اقوله بالنهايه 19 كيلو لكن هيعملوا نقله كبيره جدا جدا في الحركه، لان انت جايب كمان مش بس من الغرب ولا الشرق المحور، لا انت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغايه السويس، تقدر تناور زي ما انت عايز في العرضيات اللي موجوده دي زي محور سعد الشاذلي زي محور فريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه؟ انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج
تمام وعين شمس ونزلك على الشروق ونزلك على الاوساط. تمام يا فندم. مش كده اقول اوساط حضرتك زي ما انت عايز. تمام يا فندم. المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي. اتفتح يا فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخلها من خلال شبكه الطرق ده يا فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما اكد السيد الرئيس على اهميه الحفاظ على جوده التنفيذ ومراعاه البعد البيئي في انشاء مختلف الطرق بمحافظه القاهره طبقا للمواصفات العالميه، فضلا عن اعداد دراسه للوصول الى السبل المثلى لاستخدام الاراضي المحيطه بهذه الطرق على نحو افضل. فندم استاذك فندم جميع المشاريع اللي مكلف بيها فندم بنحرص على تنفيذها باعلى جوده ممكنه وفي اقل وقت يا فندم وباقل التكاليف. بناء على فندم في الجوده احنا بنستعين بالمكاتب الاستشاريه لكل من جامعه عين شمس وحلوان والقاهره. سيادتك فندم احنا بنراقب على نفسنا سيادتك، ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا للمواصفات. تمام فندم. طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبه فندم لتقليل التكلفه فندم احنا هنا بدانا بفكره ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا استعنا بسبع وحدات اعاده تدوير مواد سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات وبنعيد استخدامها تاني كقيمه مضافه للمشروع. لا هي مش قيمه مضافه بس يا ربس، انا عايز اقول لك انتوا النهارده ده تلوث. انا لما اكون النهارده عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل او في اي حته بلوث، فبدا بقى بدل ما ارميها اجيب محطات تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله، يبقى انا لوثت وخفضت من التكلفه 20% منها بتكلفه فندم. بالظبط يا فندم. مش كده؟ تمام. التكلفه فندم والبعد البيئي يا فندم. طب بص يا رامز، وانا معدي كده شفت حجم اراضي فاضت، ادرسوا الموضوع وخلي هندسه ادرسوا تعرضوا عليا بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور. تمام. ان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايز نستفيد بالارض. اوامر فندم. كده اوامر فندم. شاكرين. اوامر فندم. امبارح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة أمام منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي، وأيضا الحكومة نفت تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات في حالة الشعور بأعراض فيروس كورونا. كمان الداخلية استعرضت محاور الخطط الأمنية اللي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، والهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت دليل استرشادي عن الانتخابات الرئاسية المصرية. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة افتراضياً خلال فعاليات منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي اللي بتستضيف الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي وحكومة مقاطعة يونان الصينية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي اللي بيأتي في توقيت مهم للغاية تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة اللي أصبح أمر أساسي لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة اللي بيحذر المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وإن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة ليها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وشددت على أن كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال جميع المرضى بما فيهم المصابين بكورونا مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتلقي العلاج المناسب.
امبارح عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماع بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024. واستعرض وزير الداخلية محاور الخطط الأمنية اللي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024 اللي بترتكز على ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية. وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية. امبارح أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي دليل استرشادي عن الانتخابات الرئاسية المصرية، تضمن القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع. أيضاً بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ خطة نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمحافظات المقرر ليها غداً الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023. وأكدت الهيئة أن 15,000 قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية هيتولوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ. وتم التأكيد أن عدد المقار الانتخابية بيبلغ 9376 مركز انتخابي بيضم 11631 لجنة اقتراع، مع الوضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية. أما جولتنا في المحافظات فشهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها نقل خدمات الصحة الغردقة لوحدة المينا بشكل مؤقت، والمنصورة الجديدة أعلنت ميعاد القرعة لوحدات مشروعي جنة وسكن مصر. كمان تم تحصيل 183,000 رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدى في محافظة الغربية. أما في اسكندرية فتم رفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار نوة قاسم، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن أجهزة محافظة البحر الأحمر أعلنت عن نقل الخدمات الصحية بمكتب صحة الغردقة في مقره الحالي خلف مستشفى الغردقة العام لوحدة الميناء الصحية جنوب الغردقة، وده بسبب وجود لجنة انتخابات رئاسية في مكتب صحة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل. وجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية أعلن عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية بمشروعي جنة وسكن مصر. وستعلن القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية اللي بيبلغ عددها 288 وحدة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من يوم 15 شهر أكتوبر الماضي حتى 14 نوفمبر الماضي، وسيتم إعلان القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 ديسمبر الجاري في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة. مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أعلنت أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 183,000 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدى على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت رفع درجة الطوارئ بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وده بالتزامن مع نوة قاسم اللي بتضرب المدينة الساحلية بأمطار غزيرة، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة وبيصاحب ذلك نشاط للرياح. في محافظة الأقصر انطلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة 25 رحلة بالون طائر حملت على متنها حوالي 700 سائح من حول العالم، وسط أجواء من السعادة في قلوب السياح خلال الاستمتاع بسحر الأقصر من الأعلى. مديرية الصحة في محافظة دمياط نفذت قافلة طبية علاجية بأبو عدوي مركز كفر سعد تشمل 12 عيادة طبية تعمل على 10 تخصصات مختلفة في إطار الجهود اللي بتبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً. وأسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان.